بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي الغاليين، أسعد الله مساءكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم في سلسلة فيديوهات الاستراكشرال ويلدنج. وفيديو اليوم هنتكلم فيه على إزاي توصف أو تحدد سمك اللحام في وصلات البات ويلد. وعشان توصف او تحدد السايز بتاع اللحام في البات ويلد، لازم تعرف ان احنا عندنا اربع انواع من البات ويلد. النوع الاولاني اللي هو الفول بنتريشن بات ويلد، وكنا اتكلمنا عنه في الفيديوهات اللي فاتت. والنوع الثاني اللي هو البارشال بنتريشن بات ويلد. النوع الثالث اللي هو الفول بنتريشن بات ويلد ويز جراوند فلاش. النوع الرابع اللي هو البات ويلد بتوين تو ديفرنت سيكنس. وبداخل كل نوع من الانواع البات ويلد اللي احنا ذكرناها دي، هيبقى عندنا مصطلحين للتعبير عن سمك اللحام. المصطلح الاولاني اللي هو الاكشوال ثروت سيكنس، والمصطلح الثاني اللي هو الديزاين ثروت سيكنس. يبقى انا عشان اوصف سمك اللحام بتاعي في البات ويلد، هيبقى عندي النوعين دول او المصطلحين دول. تمام كده؟ تمام. طيب الاكشوال ثروت سيكنس ده تعريفه ايه؟ قال لك والله هو المسافه ما بين اعلى واقل نقطه في خط اللحام. وطبعا ما تستعجلوش، كل ده هيبان بالرسومات التفصيليه دلوقتي. طيب الديزاين ثروت سيكنس قال لك والله هو المسافه بين اعلى واقل نقطه في اللحام، ولا يتضمن حاجه مهمه جدا جدا بنقول عليها الاكسز ويلد ميتال، او بنقول عليها الري انفورسمنت. وده التعريف الثالث معانا، تمام، اللي هيظهر في طريقه توصيف سمك اللحام في البط ويلد. طيب عشان نكون اكثر دقه واكثر وضوح، تعالوا نستعرض سمك اللحام ده او السايز اوف بات ويلد على انواع الوصلات. اول حاجه زي ما انتم شايفين معايا على الشاشه اللي هو الفول بنتريشن ويلد. لو بصينا على اقصى يمين الشاشه، هتلاقي المصطلح الاولاني اللي بيعبر عن سمك اللحام، وهو الديزاين ثروت سيكنس. الديزاين ثروت سيكنس ده يا جماعه هو السايز بتاع البات ويلد، ولا يتضمن اللي هو الاكسز ويلد ميتال. تمام تمام. طيب لو جينا بصينا على اقصى يسار الشاشه، هتلاقوا التعريف الثاني اللي هو الاكشوال ثروت سيكنس. لو تلاحظوا هتلاقيه هو هنا، تمام، اعلى واقل نقطه في اللحام هو المسافه ما بينهم اللي بيعبر عنها بالاكشوال ثروت سيكنس. وفي الحاله دي هو اخذ الاكسز ويلد ميتال معانا. طيب لو جينا نخش على النوع الثاني اللي هو البارشال بنتريشن بات ويلد، وطبعا كنا اتكلمنا عنه في الفيديوهات اللي فاتت. زي ما انتم شايفين كده على الشاشة ان السمك اللحام مش واصل لنهاية الوصلة او نهاية سمك الوصلة بتاعتي. تمام كده؟ تمام. لو جينا نبص على على الاقصى اليمين، هنلاقي الديزاين ثروت سيكنس، ودي بقى المسافة من اول سطح الوصلة لحد اقل نقطة في اللحام، وبيعبر عنها بالديزاين ثروت سيكنس. لو جينا بصينا لاقصى يسار الشاشة، هتلاقوا ايه بقى؟ هتلاقوا الاكشوال ثروت سيكنس، وهتلاقوا ده اعلى نقطة في اللحام لغاية اقل نقطة. تمام. وده بما فيها الري انفورسمنت او الاكسز ويلد ميتال. لو جينا نبص على النوع الثالث من وصلات البات ويلد، وهو الفول بنتريشن بات ويلد ويز جراوند فلاش، هتلاقوا هو اصلا شايل الري انفورسمنت او كاب اللحام، او بنقول عليه الاكسز ويلد ميتال، شايلهم. عشان كده هيبقى ايه بقى؟ زي ما هو واضح قدام حضراتكم، هتلاقوا الاكشوال ثروت سيكنس هو الديزاين ثروت سيكنس. وهتلاقوا المعادله اللي بتقول لك الاكشوال ثروت سيكنس بتساوي الديزاين ثروت سيكنس زائد الاكسس ويلد ميتال. والاكسس ويلد ميتال او الري انفورسمنت او الكاب في الحاله دي بكام بقى؟ قال لك بزيرو. تمام كده؟ تمام. طيب النوع الرابع من انواع البط ويلد، وهو البط ويلد بتوين تو ديفرنت سيكنس، وده اللي هنعرف فيه ازاي نحدد سمك اللحام بتاعي. لو جينا بصينا على اقصى يمين الشاشه، هتلاقوا الديزاين ثروت سيكنس، وفي الحاله دي هو بتساوي ايه بقى؟ بتساوي اللي هو السيكنس بتاع التخانه الاقل. ما انا بوصل تخانتين، واحده كبيره وواحده صغيره، يبقى الديزاين ثروت سيكنس هو السيكنس بتاع الثينر بليد. طيب لو جينا بصينا على اقصى يمين يسار الشاشه، هتلاقوا
بتاعهم الاكشوال ثروت سيكنس هو بيتساوي ايه بقى؟ بيساوي الماكسيمم سيكنس ثرو ذا جوينت. تمام كده، هو الخط الواصل ما بين اعلى نقطه واقل نقطه في الوصله اللي قدامي. كده احنا وصلنا لنهاية الفيديو. يبقى خلاصة الفيديو بتاعنا احنا ازاي نعبر عن سمك اللحام في البط ولد. اتمنى ان شاء الله ان الفيديو يكون نال اعجابكم. اشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديوهات اللي جاية. شكرا، سلام عليكم.